السؤال هو مستر كريم، حضرتك بتقول لنا ان في ريبورتس بتديها لنا، في فيديوهات بتعملها بعد كل حصة، ايه الموضوع ده وهل دي مهمة ولا لا؟ دي مهمة جدا، ده جزء اساسي من الكورس بتاعنا. بعد كل حصة تقريبا في ليفل 1 وفي يعني بارت 1 عادة، وبعد كده بعد كل حصتين او بعد كل حصة في ليفل 2 و3، المهم تقريبا بعد كل حصة هتلاقوني بعمل ريبورت فيديو، يا اما بيكون فيديو مسجل يا اما بيكون لايف، وبيكون على الجروبس بتاعت حضراتكم على الفيسبوك وعلى الشات بتاعنا. اوكي، ده بيكون في غايه الاهميه. بقول لحضراتكم مثلا ريبورت افتر كلاس 3، فببتدي اشرح لكم عملنا ايه في كلاس 1 و2 و3. النهارده في كلاس 3 خلصنا ايه؟ كلاس 4 انتبهوا هيكون فيه كذا 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 لازم تعملوه. عندنا حصه الجمعه جايه بعد كلاس نمبر 4. حصه الجمعه دي بندخل لها ازاي؟ الجروبس بتاعتها شكلها ايه؟ بنحل ايه فيها؟ هبتدي اديك معلومات كده مهمه كتيره طول ما احنا شغالين مع بعض، فاهتموا جدا لو سمحتوا بالريبورت فيديوز دول، اوكي؟ لان هقول لكم ميعاد الامتحان امتى؟ هتذاكروا للامتحان ازاي؟ الفيديوهات بتاعتنا موجوده فين؟ لو في فرصه لحاجه زياده للي عايز يذاكر زياده او يحل زياده يقدر يقول لي ايه ونعمل ايه؟ كل الحاجات دي هتلاقوني بقولها لكم يوميا في الريبورت فيديوز، فارجو الاهتمام بيها. عادة الريبورت فيديو انا بعمله بعد الحصة، واحنا حصتنا بتخلص بالليل عند حضراتكم، فيمكن يكون الميعاد مش مناسب قوي ان انتوا تشوفوا الريبورت فيديوز دول لايف لما نعملهم بعد الحصة. فلو حضراتكم مش مناسب ليكم تشوفوا الريبورت فيديوز بعد الحصة لما نعملها لايف، ارجو ان حضراتكم تشوفوها تاني يوم، انما ما تنسوش لو سمحتوا، مهمة جدا. ولما بقول حضراتكم اقصد الطلاب واولياء الامور، الريبورت فيديوز دي معمولة لاولياء الامور طبعا ومعمولة للطلاب كمان، فارجو الاهتمام بيها لاني ما بحبش اضيع وقت الحصة ان احنا ندردش في حاجات تانية زي الامتحان والخطة والتمرين الزيادة والقراية الاضافية والماث معرفش ايه وشوية حاجات كده اضافية بندردش فيها، مش عايز اضيع وقت الحصص، فده بنعمله بعد الحصة في الريبورتس، ارجو الاهتمام بيها يا حضرات. شكرا.